Assalamu So we are starting the trip. We're getting in a bus. We're about to start a bus ride, and we basically every time we get in the bus, we start by reciting du'a al rukub, followed by du'a al safar if we're going on a uh, on a travel, and then we recite the following verse three times. And I hope that you guys basically memorize uh, this du'a because we're gonna be repeating it many times. And the trip is a great opportunity for everyone to uh, memorize this. Short, uh, دعاء قريب و أذكار و أن، أنواعنا so دعاء السفر يبدو هكذا بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وإذا كنا نقرأ دعاء السفر اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعدا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من عثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد

والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سلام